غسيل الدماغ عملية معقدة، وهي عبارة عن تدوير الدماغ، ريسايكلينج. يعني الحين تكرم الزبالة اللي يجمعونها بالشوارع، الحين قاموا في تركيا وقاموا في ماليزيا يصنعون منها ورق وكتب وكذا وكذا. عملية ريسايكل، عملية تدوير. كذلك غسيل الدماغ هي عملية تدوير للدماغ، تغيير في الدماغ بحيث يفرغ من شيء ويملأ بشيء. يعني كنا قدامك غلاس في ماء، تكت هذا الماء وتحط فيه عصير مثلا. هذه العملية تفريغ وملء. هذه العملية عمليا هي ممكنة؟ يعني عملية قلب إن صح التعبير مجاز، قلب الحق إلى باطل وقلب الباطل إلى 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 حق. نعم. وأخليك تقتنع. نعم. أن أنت صح يا عمار، أو أنت يا دكتور عبد الله، كل ما تقوله هو صحيح. نعم. هو في الواقع غلط، أو العكس تماما. أو العكس. هذا حصل. إيه، بنتكلم عن التجربة الألمانية، بنتكلم عن التجربة الصينية. الأمر هذا ثبت تاريخيا من خلال الحرب الكورية سنة 53. الحرب كانت بين الأمريكان والشيوعيين في كوريا الشمالية، والشيوعيين كانوا متحالفين مع الصين. فكانت الطيارة المقاتلة الأمريكية تروح وتطب على مناطق الشيوعيين وتقصفهم، أحيانا تفلح أحيانا يطيحونها. فقاموا يقبضون على الجنود، مو الجنود، الطيار نفسه المقاتل، فيجمعونهم، يجمعوا تقريبا عدد كبير من الطيارين الأمريكان. أخضعوهم لعمليات متطورة من غسيل الدماغ. أخضعوهم تقصد طبعا الصينيين. الصينيين خدوهم إلى منطقة اسمها كوانغ تشو، هناك في معسكرات خاصة بالطيارين الأمريكان، وحطوهم في المعسكرات هذه وقاموا يشتغلون عليهم غسيل دماغ. وبعدين بعد فترة سنوات يعني أفرجوا عنهم، قالوا خلاص، أي خلاص مفروج عنكم، أنتم مو مجرمين، أنتم بريئين، وأنتم كذا وكذا وكذا. راحوا إلى أمريكا يبشرون بالشيوعية، طيارين أمريكان عمدا. هذا الصينيين يقولون ايش حقنا نذبحهم، ايش حقنا نقتلهم، ايش حقنا نعدمهم، ما راح نربح شيء من وراهم. لكن غسيل الدماغ هذا وما يعقبه من تفريعات، هذا اكبر ربح لنا، راح يفيدنا اكثر. اللي كتب عن هالموضوع، انا توني كنت ابي اسالك، منو اللي في احد كتب عن هالموضوع؟ نعم، كتب عنه واحد كاتب باحث أمريكي اسمه إدوارد هانتر. كان يكتب في الصحافة الأمريكية سنة 53، وهو سوى مقابلات معهم. إدوارد هانتر مع الأمريكان المفرج عنهم، المفرج بعد ما سووا لهم الصينيين غسيل مخ وتحولوا إلى الشيوعية، قام يبشرون بالشيوعية. إدوارد هانتر كان يكتب في 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 صحيفة، أظن هي المكان اللي درست فيه، فلوريدا. فهمت شلون؟ في ميامي، في أورلاندو. أظن فلوريدا، ميامي، اسمها ميامي تايمز أو فلوريدا تايمز، شغلة كذي. فكان كتب بتفصيل عن مقابلاته معهم، وفي آخرين كتبوا عن هذا الموضوع، منهم السايكولوجي، المتخصص السايكولوجيست الهولندي اسمه جوست ميرلو، هذا عنده كتب وعنده دراسات تثبت ما ذكره إدوارد هانتر.